في النور الحقيقة تبان. بهدف دمج متحدي الإعاقة داخل المجتمع العلمي، وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلة في وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بروتوكول تعاون مشترك مع إبراشيد بني سويف ممثلة في نيافة الحبر الجليل الأمبستفانوس أسقف بيبا والفشن اليوم الثلاثاء. البروتوكول ده قدمناه من فترة وتم اعتماده النهاردة. ده عبارة عن تعاون ما بين المطرانية والوزارة، الطرف الأول في البروتوكول المطرانية، الطرف الثاني الوزارة. عبارة عن الوزارة بتقدم لنا مدرسي التربية الخاصة واحنا بندربهم، وبتختار لنا 200 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واحنا برضو نساعد أولياء الأمور أو الأسرة بتاعة المعوق إزاي يتعاملوا مع هذه الإعاقة. كان البروتوكول أيضا خاص بالقاموس الإشاري اللي عملوه أسرة المنتصرين بالفشل، عملوا قاموس يخدم أكتر من حاسة. القاموس عبارة عن كل كلمة مقطع فيديو، تعبيرات الوجه مع حركة الشفاه مع حركة الإيدين، تعرفنا نطق الحرف من خلال حركة الشفاه وحركة الإيدين، أعرف هو بيقول إيه. فالقاموس هما اللي عملوا الصم هما اللي عملوا القاموس. مش بس كده، احنا جمعنا المسؤولين عن الإشارة في الصعيد وفي قطاع بحري علشان نوحد الإشارات، ما نبقاش قاصرين على الإشارة اللي في المنطقة بتاعتنا وبس، لأن في إشارات بتختلف من منطقة للتانية، فوحدنا لغة الإشارات على مستوى الجمهورية. حضر مراسم توقيع البروتوكول بوزارة التربية والتعليم قيادات الوزارة وممثلون عن إبراشيد بني سويف وأعضاء مجلس نواب ومتخصصون في مجال ذوي الإعاقة، وأثنوا جميعا على الجهد المبذول في هذا الشأن. أولا، خدمة تحدي الإعاقة بدأت من سنين طويلة من الفاشن على ما أذكر سنة 1986، وامتدت الخدمة فترات طويلة وحصرت تراكم خبرات ودراسات إلى أن توجت بهذا القاموس الإشاري اللي بيحوي مصطلحات الإشارة باللغة العربية واللغة الإنجليزية. النهاردة كنا موجودين مع وزير التعليم بنوقع بروتوكول للتعاون ما بين المطرانية، مطرانية بيبا والفاشن وسمسطة، مع الوزارة، وهيبقى المستهدفين منهم ثلاث فئات. أول فئة المدرسين نفسهم، تدريب للمدرسين احنا ملتزمين به. الحاجة الثانية محاولة تقديم الدعم الفني والصحي للمعاقين السمعين نفسهم. الحاجة الثالثة الأسرة، نحن بنعمل تدريبات للأسرة لتمكينها من التعامل مع المعاق بطريقة سوية وطريقة صحية سليمة، وده طبعا ماشي مع فكرة المطرانية وفكرة الكنيسة ان احنا نمد العمل ده الى خارج المطرانية لكل المحتاجين بصرف النظر عن اي شيء. كل التعاون دوت ما بيننا وما بين الوزارة، احنا بعلينا حاجات معينة، ان احنا بنقدم قاموس الاشارات، قاموس اسرة المنتصرين بالفشل للغة الاشارة، احنا بنقدمه لجميع مدارس الجمهورية. القاموس ده فائدته انه بيوحد لغه الاشاره، يخلي لغه الاشاره لغه موحده على مستوى الجمهوريه. القاموس ده اخذ مننا تعب كبير قوي، ونشكر ربنا بركه صلوات سيدنا طلع للنور، وكل الاماكن دلوقتي بتعتمده، وكل الاماكن الحمد لله شغاله بيه. كل جهد يتم لدمج متحدي الاعاقه داخل المجتمع هو جهد حميد يشكر باذلوه، وان تتبنى الحكومه هذا الجهد لتبني عليه فالامر يستحق التامل والثناء. ونتمنى جميعا أن نرى ثمرة هذه الفعاليات في أقرب فرصة. من داخل وزارة التربية والتعليم، فريد إدوار، CTV. في النور الحقيقة.